الرحيم. طبعا بالنيابه عن كل اعضاء نادي سموحه وعن اعضاء مجلس الاداره، زملائي اعضاء مجلس الاداره وعن نفسي، احنا طبعا سعداء جدا بتشريف الكابتن محمود الخطيب. طبعا الكابتن محمود الخطيب طبعا حبيب كل المصريين وحبيب كل العرب وحبيب كل الرياضيين، وطبعا كلنا طبعا عارفين مين هو الكابتن محمود الخطيب. هو أسطورة طبعا الكرة المصرية في مصر، هو رئيس النادي الأهلي، زعيم أفريقيا، هو الرجل الرياضي الناجح، الأخلاق العالية جدا، الهدوء. وبعدين الحمد لله ربنا أكرمه العمر الطويل قوي في خدمة النادي الأهلي، من لاعب وتدرج في مناصب مجلس الإدارة إلى أن رأس مجلس الإدارة طبعا، وهو من أحسن ومن أفضل من رأسوا مجالس إدارات الأندية في مصر. طبعا أنا شايف أن الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسن حمدي وهم أحسن رؤساء أندية على مر تاريخ مصر. يمكن طبعا المهندس صبور يجي بعد كده، لكن طبعا الكابتن محمود الخطيب قدر يعني في وقت قصير جدا أن هو يحقق أحلام الرياضيين وأحلام النادي الأهلي وأحلام المصريين في الفوز ببطولة أفريقيا والفوز ببطولات كثيرة جدا. طبعا كرة القدم دي لغة ووسيلة اتصال ومرتبطة بحياة الشعوب، لكن فهو حقق نجاحات عملاقة كلاعب وكنجم، ولم يكتفي بذلك، لكن كرئيس نادي عمل بطولات كبيرة قوي ونتائج كبيرة قوي ونجح في كل البطولات، ويمكن السنة دي هو كسب كل البطولات اللي هو دخل فيها. فده حاجة جميلة قوي، احنا سعداء جدا ونفتخر طبعا بوجوده ونفتخر برئاسته للنادي الأهلي، وبنعتز بيه كإنسان مصري مشرف يعني استطاع أن يضع نفسه ومكانته في مكانة كبيرة جدا. وغير كده بقى أن وضع أن النادي الأهلي، طبعا النادي الاهلي نادي عريق ونادي مجيد ونادي طبعا حاجه نموذج يحتذى به على المستوى الافريقي وعلى المستوى العالمي. هو حافظ على مبادئ الاهلي وحافظ على نجاحات الاهلي وحافظ على رغبه الاهلي في التطوير، واستطاع ان هو يخطو خطوات كبيره قوي عملاقه في النواحي الرياضيه وفي النواحي الاجتماعيه في النواحي الانشائيه وفي انتشار النادي الأهلي على مستوى مصر، وأيضا في التسويق الرياضي وفي تحويل الرياضة إلى صناعة ناجحة، وإن أصبح النادي الأهلي طبعا هو من أهم العلامات التجارية مش في مصر بس وأفريقيا، في العالم. فبقى مصدر خير لأعضائه وللرياضة المصرية وللعاملين فيه ونموذج يحتذى به. فطبعا أنا كعضو في نادي سموحة ولي الشرف أن أكون رئيس نادي سموحة، أنا فخور إن الكابتن محمود الخطيب موجود معانا، وهو مش أول مرة يجي سموحة، هو جه سموحة قبل كده 3 مرات، هو دايما بيجي كأخ وكصديق وكمحب وكإنسان مصري قبل أي شيء. فأنا مش هطول عليكم بقى ومش هقدم الكابتن محمود الخطيب، لأن هو مش هيتقدم في وسط أهله وفي وسط أصدقائه وفي وسط أحبائه. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني طبعا في البداية أنا سعيد جدا أن أنا موجود في صرح زي اللي أنا شايفه ده النهاردة، ويمكن العلاقة اللي بتجمعني بالمهندس فرج الحقيقة هي مش قبل ما تكون علاقة يعني تتبع وظيفتنا أن احنا بنمثل أندية في مصر، أندية كبيرة، هي علاقة صداقة قبل ما يكون هو رئيس نادي وقبل ما أنا أكون رئيس نادي، وده شيء بيسعدني وبيشرفني. يعني الحقيقه يمكن برضو هو اثنى عليا كتير يعني، ولكن اتمنى اكون استحق هذا الكلام يعني. لكن المهندس فرج كمان النهضه اللي شهدها نادي سموحه الفتره اللي فاتت نهضه كبيره جدا وملموسه لكل يعني المجال الرياضي ومجال الاقتصادي اللي حدث في خلال الفتره الزمنيه الطويله اللي فاتت، منذ ما فكر هو في كيفية مزج الرياضة بالناحية الاستثمارية. أعتقد ده أمر نجح فيه نجاح كبير.
احنا طبعا كنادي اهلي بنبقى سعداء جدا جدا ان احنا نكون متواجدين مع كل الانديه المصريه، لان احنا بنعتبر نفسينا نسيج واحد كلنا. النادي الاهلي ليه مسؤوليه كبيره، وكل الانديه المصريه بتقدير ليها مسؤوليه كبيره جدا مع قطاع مع الاجيال كلها، الشباب، القطاع الثقافي، القطاع العائلي جوه الانديه، الاجتماعي، السياسي، كل حاجه. احنا لينا دور كمنظمات رياضيه ان احنا نتعاون مع بلدنا بالاسلوب وبالشكل اللي ممكن يفيد المجتمع كله، وان بلادنا ليها اكتر من مجال. مجال الرياضه مجال اعتقد هو مجال مهم، ان احنا ازاي كل واحد مسؤول رياضيا في الدوله يحاول بقدر الامكان يمشي ويتبع النهج وسياسه الدوله في كيفيه الارتقاء بالعنصر البشري في بلدنا عشان تكون بلدنا ان شاء الله في احسن حال باذن الله. يعني انا الحين في النهارده موجود في الاسكندريه بدعوه طبعا كريمه من مهندس فرج، يعني اخويا مهندس فرج، دعوه انا بعتزي بيها جدا، بس بقى في حق لازم يزورنا كمان في النادي يعني ان شاء الله يعني. ويمكن برضه يمكن انا بكره ان شاء الله كمان اخونا العزيز محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد برضه داعيني في نادي الاتحاد، فده شيء بيسعدني جدا ان احنا نتواجد. فاضل بقى الانديه سبورتنج وكولومبي، احب ان احنا يعني نتواصل مع بعض ان شاء الله، نتواصل مع بعض ان شاء الله المره اللي جايه ان شاء الله يعني. ولكن برجع تاني اكد على مسؤوليه الرياضه او الرياضيين في كيفيه الالتحام مع اجهزه الدوله في خدمه الوطن. اشكركم جدا وان شاء الله نكون على قدر هذه المسؤوليه باذن الله. شكرا، السلام عليكم.